بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. زي ما شفنا كل ردود الأفعال، خلينا نروح لجنوب أفريقيا مع مارك ستريدم، واحد من أشهر الصحفيين الموجودين في جنوب أفريقيا. هنسأله عن ردود الأفعال في جنوب أفريقيا. أهلا بك طبعا مستر مارك. أهلا بكم وأشكركم على استضافتي وألف مبروك للنادي الأهلي. الله يبارك فيك. أولا عايزين نعرف إيه هي ردود الأفعال على فوز النادي الأهلي بإدارة فنية لبيتسو موسيماني، مدرب أو مدير فني جنوب أفريقيا. الصحافة في جنوب أفريقيا ماذا تقول عن هذا الفوز الرائع والأسطوري؟ نعم، أعتقد أن الشيء المهم في جنوب أفريقيا أن كايزر تشيف سيكون بهذا المستوى، لم يصلوا إلى هذا المستوى من قبل ويصلوا إلى النهائي، ويلعبون أمام النادي الأهلي الذي فاز 9 مرات. الأهلي لديهم كل الخبرة، كايزر تشيفز ليس لديهم خبرة، هم بالفعل فريق كبير ولكن لم يحصلوا على أي بطولات قارية من قبل، ويفتقدون الخبرة، وأيضا هم حديثي العهد، ليس لديهم تاريخ كبير مثل النادي الأهلي، فلا يضاهون النادي الأهلي في الحقيقة. وكان من الطبيعي والمنطقي والواقعي أن يكون هذا أو هذه هي النتيجة، فمن المستحيل الفوز على النادي الأهلي بالذات تحت قيادة موسيماني، وهم واقعيين بقدر كبير لأن يتوقعوا هذه. بالتأكيد كانت هناك خيبة أمل، ولكن بالتأكيد في أي مباراة كرة القدم الكل يأمل أن يفوز فريقه، ولكن بالتأكيد هناك تفهم بأن هذه المباراة ستكون صعبة للغاية بالنسبة لكايزر تشيفز، وأنهم بالفعل وصولهم إلى النهائي كان في حد ذاته خطوة تاريخية، وكانت هذه كان هذا هو الانتصار بالنسبة للفريق، وكان في التأكيد مباراة صعبة، والجميع يتفهم ذلك، الجميع في جنوب أفريقيا يتفهم ذلك، برغم أن ربما كانت لديهم أمال في الفوز. طيب ماذا قالت الصحافة في جنوب أفريقيا عن بيتسو موسيماني، هذا المدير الفني الرائع الحقيقة اللي موجود في النادي الأهلي على رأس الإدارة الفنية؟ نعم، بالتأكيد. ماذا تناولته الصحافة كانت جزء بالتأكيد له علاقة بخيبة الأمل من خسارة كايزر تشيفز، ولكن أيضا نحن نتقبل أن بيتسو موسيماني من أفضل المدربين في أفريقيا في الحقيقة، وعندما انتقل إلى الأهلي كانت هناك بعض الشكوك إذا كان سيستطيع أن يستمر مع فريق كبير مثل الأهلي، لأننا لم نجرب مدربين على المستوى الإقليمي ربما، ولكنه نجح في تحقيق الكثير من الإنجازات مع النادي الأهلي، ففاز بالكثير من البطولات ودافع عن الكثير من الألقاب مع النادي الأهلي، وأحرز الكثير من الألقاب مع النادي الأهلي، وهو يحاول الفوز بالكثير من الألقاب ربما في المستقبل، وهناك 4 ربما مدربين حققوا ذلك، مانويل خوزي على سبيل المثال وكان الوحيد الذي حقق ذلك مع الأهلي، والآن بيتسو موسيماني ربما يضاهي مانويل خوزي في إنجازاته، فمانويل خوزي فاز في 4 بطولات مع الأهلي، موسيماني فاز ب3، وربما هو يضاهي كما قلت خوزي وإنجازاته مع النادي الأهلي. والآن نعرف أن هو فاز ب2 بطولة أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا فقط. أيوة، ومع سان داونز صح. تمام. مع سان داونز ومع الأهلي مرتين ومع سان داونز مرة بالفعل، فهي 3 بطولات وهي ربما في مستوى عالي جدا مقارنة بباقي المدربين، فأعتقد
أن هذه إنجازات كبيرة وهناك الكثير من الفرحة، لأنه لم ينتقل فقط إلى الأهلي ولكن حقق أيضا إنجازات كبيرة جدا ونجاحات كبيرة جدا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وهو شيء يسعدنا بالتأكيد أن نرى هذه الإنجازات التي حققها، لأن تدريب الأهلي هو مستوى آخر وعالي. أعتقد أن تدريب الموسيماني للنادي الأهلي أعطى للمدربين في جنوب أفريقيا الحافز، وفي أفريقيا كلها الحافز، أن هم يكونوا متواجدين في أندية أخرى خارج جنوب أفريقيا. هل من الممكن أن نرى مدربين آخرين خلال الفترة القادمة في أندية أخرى على الأقل في شمال القارة؟ أعتقد أن هذا ممكن أن يتم تحقيقه، لأن موسيماني قاد وفتح الطريق، فهو أنجح مدرب في جنوب أفريقيا في العشر سنوات الماضية، وهو بالتأكيد مستواه رائع، وهناك أيضا مدربين آخرين لديهم أيضا خبرة كبيرة في جنوب أفريقيا والذين أحرزوا ألقاب وبطولات كثيرة جدا. هناك أيضا مدربين قادوا كايزر تشيفز ووصلوا بهم إلى النهائي، ربما لم يحققوا إنجازات مثل موسيماني ولكنهم حققوا بعض الألقاب بعض البطولات هنا، وقاد الفريق إلى مستويات كبيرة. أعتقد هناك مدربين، لدينا مدربين جيدين، ربما لا يستطيعوا أن يدربوا الأهلي ربما أو نادي بمستوى الأهلي، ولكن ربما أيضا حظوظ في بعض الفرق الإفريقية الأخرى، وهناك أيضا مدربين صغار السن لديهم إمكانيات ولديهم أيضا الاستعداد لتحقيق إنجازات. طيب، هل يستطيع بيتسو موسيماني أخيرا أن يفوز بال11 خلال الموسم القادم؟ أعتقد أن هذا ممكن أن يتم تحقيقه. أعتقد أن هذه التوقعات أو التوقعات باتت عالية للغاية، وستكون هذه أو هذا إنجاز لم يحققه مدرب من قبل، لأن ربما في السنوات القادمة أعتقد أنه يستطيع إحراز المزيد ويحقق به إنجاز الإنجاز 11. فموسيماني جاء أو أحرز آخر لقب في 2013، ولكن أعتقد أن لديه إمكانيات ويستطيع أيضا أن يحسن من الأداء أكثر، ويود أن يحقق المزيد من الإنجازات مع الأهلي. أنا بشكرك جدا مارك ستريدم، أحد أشهر وأهم الصحفيين في جنوب أفريقيا، على كل هذه المعلومات.